هذا الجمع اللي كاين اليوم في الغرفة، السبب الأساسي ديالو هو واحد التعسفات تعرضت لها واحد الأخت ديالنا مسيرة لواحد الشركة ديال النقل السياحي. الأساس ديال هذا هو أنه كاين بعض السائقين ديال سيارة الأجرة، وأقول البعض ماشي الكل، لأن الحمد لله كاينين تقريبا أكثر من 14 فندق في الدار البيضاء كلهم فيهم السيارات ديال الأجرة، إلا بعض الفنادق هما اللي فيهم هذه المشاكل. كاين مع الأسف بعض شيفورات ساقسي ما فاهميش أشنو هو البنود الأساسية ديال الكيد شارج. الكل مازال تعتقد بأن وكالة الأسفار بقى كتحكم في شركة ديال النقل السياحي، والشركة ديال النقل السياحي مازال مربوطة بوكالة الأسفار. التعديل الأخير اللي كان في الكيد شارج فك هذا الربط هذا، وولات شركة ديال النقل السياحي عندها الحق تصل مباشرة بالزبائن، وعندها الحق تصل بقنوات أخرى ديال النقل السياحي بدون ما تكون مربوطة بوكالة الأسفار. وهذا الشيء رغم أن بعض وكالة الأسفار نفسها دارت شركات ديال النقل السياحي. فهاد الناس هادو يا إما عندهم فهم غلط، يا إما مغلطين كيحبسوا النقل السياحي بدون ما يحترموا الزبون اللي ركبوا من السيارة، رغم أن الدولة كتخسر فلوس كثيرة باش تجلب السواح. هاد الناس هادو كيمارسوا واحد الصفة كتسمى الصفة الضبطية، يعني كيوقف عليك سائق تاكسي على نقل سياحي تيقول له واش عندك الوثائق ديال هاد السائح هذا باش تديه. المشكل فين تيكبر بالنسبة للسائح هو أننا كنوصلوا عند السلطة، والسائح وسط من السيارة يعوض ما يمشي للوجهة ديالو ولا غادي للكوميسارية. كيبدا كيناقش معك الكوميسير ولا الانسبكتور ولا رجل الأمن، كيناقش معك البنود ديال النقل السياحي والبنود ديال الكيد شارج، في حين أنا هنا كننقل هاد السيد هذا خصو يمشي للوجهة ديالو، وعاده باش يمكن إلا بغيتو نناقشو الكيد شارج نناقشو الكيد شارج، ما باش يوقف سائق تاكسي ويدير الصفة الضبطية ديال الشرطة وأمام الملاء وأمام الشرطة نفسها. فهذا هو اللي خلانا اليوم نجمعو، واكيد غادي يكون واحد الاجراءات اللي غادي ناخذوها، لان ما يمكنش نبقاو صابرين على هذا الشيء. واش واحد السيده كتانفيستي واحد الطرف ديال الفلوس باش تخدم في النقل السياحي وتحسن من الصوره ديال النقل السياحي وتطيح في هاد المشاكل هادي، حنا ما غاديش نسكتوا على هاد المسائل هادي، ضروري ما نتخذوا اجراءات. الرساله ديالي اللي غنوجه للمسؤولين، الجسم الامني في مدينه الدار البيضاء ما يعتبروش الاحترام ديالنا القانون، واننا ناس كنحترموا القانون وكنبغيو اننا ناس ديال الحوار، ما يعتبرش هاد الاحترام وهذا ضعف او خوف. يعني حتى حنا راه بامكاننا اننا نديروا وقفات ونعرقلوا السير ونديروا بزاف د الحوايج اللي حنا في غنى عنها لو يطبق القانون بحذافيره. عندنا كيد شارج يجي رجل الامن يقلب الوريقات ديال الناقل السياحي، يشوف واش كيتوفر على جميع الوثائق ديالو ويتخذ الاجراء اللازم. يعني الا كان هذاك السيد اللي غيجي يحبسو سائق سياره الاجره غيحبس واحد الناقل السياحي اللي هو كيتوفر على جميع الوثائق ديالو، اش من صفه غادي يجي يحبس ناقل سياحي؟